بسم الله يا ابن الروح القدس الاله الواحد امين. النهارده بنتكلم بنعمه ربنا عن في الحلقه السادسه عن التعليم في مصر. الاباط كان لهم دور كبير قوي في حركه التعليم في مصر، والبابا كيرلس الرابع من 1852 ل 1862 اللي هو أبو الإصلاح قاد حركة فتح المدارس اللي بدأت بمناهج حديثة، وكان له دور في تطوير الفكر والعقلية السائدة الموجودة وقاومة التخلف اللي كان موجود في ذلك الوقت. البابا كيرلس اهتم بتعليم المرأة وكان رائد فيه، وأنشأ مدرسة حارة السقايين ومدرسة الأزبكية اللي هي كانت تابعة للبطريركية، وهي أول مدرسة قبطية افتتحت سنة 1850 ميلادي. ومدرسة البنات بحد السقايين ده أول مدارس البنات في وقت لم يكن هناك مدارس أخرى لهن في مصر أو تركيا أو حتى في الشرق كله. وفي عهد الخدوة إسماعيل تم افتتاح 12 مدرسة أهلية، 4 للبنات، أول واحدة فيهم افتتحوها سنة 1868 بأسيوط وبواسطة واصف خياط بمصاريف من الأوقاف القبطية. وسنة 1878 داخل مدرسة الأباط الكبرى اللي افتتحت في عهد الوالي سعيد منذ سنة 1854 القسم الثانوي بيه. في عهد البابا كيرلس الخامس انشئت مدرسة الأقباط الصناعية، وقدمت للبلاد ما تحتاج إليه من مهارة الصناع المثقفين، وكان اللي قايم بالمجهود دوت عالم كبير هو وهبة بك اللي طلب العلم في الأزهر ووضع كتاب الخلاصة الذهبية في علم العربية، وكان أول كتاب في النحو في مصر، كما وضع كتاب مرآة الظروف في فن الصرف. والمدارس القبطية اتخرج منها ناس كتير خالص كانوا قادة في مصر للرأي العام والسياسة ورجال الإدارة، منهم بطرس باشا غالي وقليني وكامل عوض سعد الله وغيرهم من الآباط. كان زي ما كان في آباط كان في أيضا في اخواتنا المسلمين، كان منهم عبد الخالق ثروت وحسين رشدي اللي تولوا رئاسة الوزارة، ومحمود عبد الرازق اللي كان وكيل لوزارة الداخلية، وغيرهم من المسلمين والأقباط من كبار رجال القضاء والمال والإدارة والسياسة. يبقى الأقباط كان ليهم دور كبير خالص في حركة التعليم في مصر، وأنجبت ناس كثيرة خالص من المسلمين والأقباط، كان لهم أدوار بارزة في السياسة والاقتصاد والقضاء ورجال الإدارة وغيره. وكلنا عارفين أن الدستور المصري في المادة 40 بينص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين والعقيدة. وأنا عايز أقول حاجة بس، يعني الأقباط هم كان ليهم الدور الكبير خالص، ولكن في الثورة اتأممت كل المدارس وأصبحت تدعى تحت رقابة صارمة من الدولة، وحدثت صراعات كتير خالص. الصراعات دهيت لها مشاكلها العديدة خالص تحتاج إلى حلقات ننفرد بيها، لكن أحب أقول أن التعليم في مصر يصطبغ بصبغة إسلامية ويتناسى الأقباط ويهمش فيه الأقباط. وأي شخص يبحث بكتب الوزارة هيلاقي هذا التهميش وهيلاقي هذا الفكر المنتشر. التعليم في مصر طبعا متنوع وعديد، ما هو تابع للحكومة
وما هو تابع للأزهر وما هو تابع لجهات خاصة أو المدارس الخاصة اللي بنسميها والجامعات الخاصة الموجودة في المجتمع. لكن عايز أقول حاجة، التمييز في العملية التعليمية في مصر واقعيا وعمليا موجود. أنا هقول لكم مثال عامل، ما نلاقيش رئيس قسم في الجامعة قبط إلا نادر، أو نلاقي رئيس جامعة أو نائب رئيس جامعة إلا نادر. طب ما الجامعات دي بتصرف عليها الحكومة، والمفروض المسلم زي القبطي والاتنين يكونوا متساويين، والاتنين بيشتغلوا والاتنين بيتعبوا من أجل مصر، والاتنين بيبحثوا وبيدوروا من أجل مصر، لكن يندر أن يكون على رأس هذه الجامعات رئيس جامعة قبطي. النقطة الثانية، المناهج التعليمية، في تعليقات كتير قوي على المناهج نفسها، وأولهم هو تجاهل الحقبة القبطية الموجودة ومن هم الأقباط وهو تاريخهم